السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل جدا، حافظ دراجة على صفحته الرسمية على الفيسبوك وخبر غير مفرح للجزائريين وصدمة كبيرة. نتعرف على الخبر مع بعض، ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير وبرتاج للفيديو. عاجل من حافظ دراجة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل على حساب الرسمي على الفيسبوك قبل تقديم الملفات وقبل عرضها ودراستها والتصويت عليها في 10 فبراير المقبل. الجماعة قررت منح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 ومنح نيجيريا وبنين بطولة 2027 ثم الجزائر في سنة 2029. حافظ دراجة التصويت كان من المفروض أن يتم على هامش بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر، لكنه تأجل إلى 10 فبراير على هامش كأس العالم للأندية المقررة في المغرب. والفاهم يفهم كيف تدار الأمور وما يجب أن نفعل، خاصة وأن الكرة لم تعد مجرد لعبة كما يعتقد الكثير. ده كان كلام حافظ دراجة على صفحته الرسمية على الفيسبوك. هل فعلا في كولسة؟ هل ملف الجزائر اللي وضعه صالح بيع عبود في الكاف لاحتضان كان افريقيا 2025 هيكون من حق او من حقية الجزائر تنظيمه؟ هنعرف طبعا الايام الجايه كده هتاكد، لكن الى الان لم ياكد الفاف الجزائري او الكاف من هو الذي يحتضن كان افريقيا 2025، ومنتظره تعليقاتكم.